السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مجلة الطبخ زهرة. الوصفة اليوم هي المرتديلا أو الكاشير كيف ما حبيتوا تسميوه، وهو بدون لحم ولا دجاج، مع أن الحصة ديال البروتين كاينة فيه لأن فيه البيض وفيه الجبن. كيجي غزال ولذيذ، وأهم حاجة أننا صوبناه في المنزل ديالنا وعارفين أشنو درنا فيه وما نخافوش على الصحة ديال الأسر ديالنا منه. ودابا نمشيو نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجو 3 ديال البيضات كاملين، 3 ديال المعالق كبار ديال السميد الرقيق ماشي الفينو، 2 معالق كبار ديال النشا، نص كاس ديال زيت المائدة من الأحسن، نص كاس ديال الماء، 4 ديال القطع جبن مثلثات. وهنا عندي توابل الشاورما، ممكن ديرو الأعشاب العطرية بحال إكليل الجبال والزعترة، يعني ممكن ديرو أي حاجة بغيتو، والملح والفلفل الأحمر الحلو والقليل من الزعتر الناشف والثوم الناشف من الأحسن، خاصة إذا كنتو غادي تحتفظوا به في الثلاجة، فهو قد ما طالت المدة ديالو في الثلاجة إذا درتو الثوم طري كتغير النكهة ديالو وكتولي ماشي زوينة. وبالنسبة للناس اللي ضروري عندهم اللحم، ممكن يضيفوا على هاد الكمية اللي درت 150 غرام ديال الكفتة ديال اللحم الأحمر أو البيض. وغادي نحتاجو كيس ديال السباغيتي فحال هذا او الاناء اللي خاص بالمرتديلا. الكيس كيف ما تيبان لكم ربطناه من واحد الجانب وحطيته في واحد الكاس وخلينا الجانب الاخر مفتوح. كنديروا المكونات كلها في الخلاط الكهربائي وكنطحنوه مزيان حتى كيولي على هذا الشكل ثقيل شويه، ثم كنعمروا الكيس البلاستيكي كامل حتى الفوق، كنخليو واحد المسافه باش نربطو وكنعقدوه مزيان بالخيط من الفوق وكيجي على هذا الشكل. باش نتاكدوا بانه ما غيتفتحناش فحنا كنزيدوا عليه ورق الومنيوم من الفوق بحال هكذا، ثم كنديروه في الكسكس وكنردوه يطيب فوق البوطه على البخار لمده ديال 45 دقيقه. ملي كيطيب كنزولوه من الكسكس، كنخليوه يبرد شويه وكندخلوه للثلاجه مده كافيه باش يكون بارد مزيان من الداخل. وهي هذه النتيجة اللي عطانا، فكيجي منسم ورائع في الشكل والمذاق، ما تفرقوش على ديال المحلات. ممكن نقدموه كوجبة سريعة وخفيفة لينا ولوليداتنا وبالصحة والراحة. إذا عجبتكم الوصفة ديروا جيم لا فيديو، بارطاجيو مع أصدقائكم وانضموا للقناة باش يوصلكم الجديد إن شاء الله.